الرحمن الرحيم، في هذا الفيديو راح نتكلم حول موضوعين جدا مهمين، اللي هو قاعدة السلسلة وكذلك الاشتقاق الضمني. ومع هذه القاعدة التي تمثل قاعدة السلسلة، تقول قاعدة السلسلة: إذا كانت الهاء والقاف عبارة عن دالتين قابلات الاشتقاق عند سين، وكانت القاف أيضا دالة قابلة الاشتقاق عند الهاء سين، عندئذ يكون قاف بعد الهاء أو مشتقة القاف بعد الهاء سين يساوي ماذا؟ يساوي مشتقة القاف هاء سين ضرب مشتقة الهاء سين. هذه القاعدة تتضح أكثر لما نأخذ هذا المثال وطريقة تطبيقها. قالك عندك أنت دالتين، دال سين والهاء سين. الدالة دال سين دالة حدودية من الدرجة الثانية، والهاء سين دالة خطية يعني من الدرجة الأولى. المطلوب إيجاد دال بعدها أو مشتقة دال بعدها للدال السين، دال بعدها سين. إذن على أساس أن نوجد هذه المشتقة، إذن دال أو مشتقة دال بعدها سين نعرف أنه يساوي ماذا؟ يساوي طبعا مشتقة دال هاء سين ضرب من ضرب الهاء مشتقة الهاء سين. هذه هي القاعدة. إذن بداية راح نوجد ماذا؟ راح نوجد مشتقة الدالة دال سين. إذن مشتقة الدال سين يساوي، وين جيها مشتقة الدال سين؟ هذه الدالة. إذا مشتقة الاثنين صفر، مشتقة سالب ثلاثة سين تربيع هي ماذا؟ هي سالب ستة والسين أس كم؟ أس واحد. إذن سين. هاي طبعا مشتقة الدالة دال سين، لكن وش أريدني؟ أنا ما أريد مشتقة الدالة دال سين، وإنما أريد مشتقة الدالة دال هاء سين، اللي هي تساوي شو؟ مشتقة الدالة هاء سين. كم قيمتها الهاء سين؟ قيمتها اللي هي أربعة سين زائد واحد. إذن بهذه الصورة لاحظ دال مشتقة الدالة دال. طبعا أنا عندي مشتقة الدالة دال سين، الآن أريد أستبدل كل سين موجودة في هذه الدالة بماذا؟ بالقيمة الجديدة اللي عندي اللي هي أربعة سين زائد الواحد. إذن سالب ستة، أيوة مرت الآن عندي سين. إذن شو أسوي؟ أشيل السين وحط قيمتها الجديدة اللي هي كم؟ اللي هي أربعة سين زائد واحد. إذن هي هذه قيمة مشتقة دال هاء سين. طبعا نحن مجرد راح نكتبها بصورة أفضل، اللي هي سالب 24 سين ناقص الستة. إذن هي هذه قيمة المشتقة من مشتقة اللي هي دال هاء سين. الآن خلنا نوجد مشتقة الهاء سين. إذا مشتقة الهاء سين يساوي، وين الهاء سين؟ هذا الهاء سين. مشتقته طبعا مشتقة الأربعة سين أربعة، مشتقة الواحد كم؟ صفر. إذن خلاص انتهينا، هذه هي مشتقة الهاء سين. إذن دال بعد هاء مشتقة يساوي ماذا؟ يساوي بداية اللي هو مشتقة دال هاء سين اللي هي هذه سالب، يعني سقوس سالب 24 سين ناقص ستة ضرب مشتقة الهاء سين. كم قيمتها؟ أربعة. طبعا احنا بندخل أربعة إلى الداخل لأنه هو عبارة عن ماذا؟ معامل صار الآن، راح ندخل إلى الداخل. إذن سالب أربعة ضرب أربعة فيها 16، واثنين ضرب أربعة فيها 8، إذن 9 سين ناقص ستة ضرب الأربعة فيها كم؟ فيها 24. إذن هذا المقدار ماذا؟ مقدار مشتقة أو قيمة مشتقة. خلنا نشوف اللي هو الدالة الأخرى. هذه هذه الدالة أو مطلوبة هذه المشتقة اللي هي ماذا؟ مشتقة الدالة، مشتقة الدال بعد لها. طبعا إذا مشتقة هذه الدالة راح تكون بهذه الصورة اللي هي مشتقة الدالة، لاحظ هذه مشتقة. خلنا نكتب القاعدة كذا يساوي. إذن الدالة الأولى اللي هي مشتقة الدالة، صحيح هذه الدالة الأولى شو سوف فيها؟ مشتقة. ما القاعدة؟ لمن؟ للهاء سين ضرب الدالة الثانية. وش الدالة الثانية عندي؟ هاء. إذن مشتقة الهاء. مرة أخرى شوف، لاحظ
الدالة الأولى هي ماذا؟ ما عندي دالة الآن، أنا عندي مشتقة الدال. إذن مشتقة الدال مشتقة للهاء سين. ثم الدال الثاني وش عند الدال الثاني؟ طبعا عند الدال الثاني هاء، إذن مشتقة لها سين. إذن خلينا بداية نوجد ماذا؟ المشتقة الثانية. خلينا نوجد المشتقة الثانية. إذن المشتقة الأولى للسين يساوي مشتقة الأولى للسين هي كم؟ قلنا سالب ستة سين. سالب ستة سين هذا يؤدي إلى أن المشتقة الثانية للسين تساوي كم؟ سالب ستة. الآن أنا ما أريد مشتقة ثانية للسين، وإنما أريد ماذا؟ المشتقة الثانية لمن؟ للهاء سين، اللي هي من؟ مشتقة الثانية الهاء سين كم قيمتها طبعا؟ هاء سين قيمتها 4 سين زائد 1. إذن 4 سين زائد 1. إذن شو بسوي؟ أروح عند المشتقة الثانية للدال سين وأشيل كل سين موجودة بماذا؟ بأربع سين زائد 1. إذن خلنا نشوف هذا المشتقة الثانية للسين، ما عندي سالب 6، هل موجود سين؟ ما موجود سين. لو كان موجود سين راح أشيله وحط مكانه قيمة الجديدة. إذا المشتقة الثانية لأربع سين زائد 1 يساوي كم؟ سالب 6. خلنا نشوف إذن اللي هو مشتقة الهاء سين. إذن مشتقة الهاء سين أيضا يساوي نشوفها طبعا مشتقة الهاء سين فيها كم؟ فيها 4. مشتقة الهاء سين فيها 4. إذن مشتقة الدال هاء اللي السين يساوي طبعا سالب 6 ضرب بالأربعة. 6 ضرب بالأربعة فيها كم؟ 24. إذن هذه قيمة ماذا؟ قيمة المشتقة. أنا أشوف مثال آخر. طبعا هذا نوع من الأمثلة يأتي كثيرا في الأسئلة الموضوعية. قالت إذا كانت الدالة دال بعد هاء أو مشتقة الدال بعد هاء 2 يساوي 20، وكانت هاء 2 يساوي 3، دال 3 يساوي 4، بينما مشتقة الدالة دال 3 يساوي سالب 5، المطلوب إيجاد مشتقة الهاء 2. على كل حال من السهولة أن نكتشف أن هذا الموضوع ماذا؟ قاعدة سلسلة بسبب وجود دالة بعد دالة. إذن نحن نعرف أن دال بعدها مشتقة لاثنين يساوي ماذا؟ الدال الأولى مشتقة، لاحظ الدال الأولى مشتقة لمن؟ للهاء سين اللي هي كما الآن عندي هاء اثنين، ضرب الدالة الثانية مشتقة للسين، يعني الآن مع اثنين يساوي طبعا هذا قيمته كم؟ موجودة 20. إذن هذا قيمته 20، هذه اللي هي دال شرطة هاء اثنين. كم قيمتها هاء اثنين؟ هاء اثنين هذه هاء اثنين قيمتها طبعا ثلاثة. إذن هذا قيمتها ثلاثة، ضرب الهاء شرطة اثنين هي المطلوبة أصلا، مشتقة الهاء اثنين. إذن 20 يساوي دال شرطة أو مشتقة الدالة دال ثلاثة كم؟ هذه هي سالب 5، ضرب المطلوب هذا اللي هو مشتقة هاء اثنين. طبعا هذا معامل الآن صار، إذن لازم نتخلص منه ما بالنقل وإنما بالقسمة. إذن بالقسمة نركز على هذه النقطة. إذن مشتقة هاء اثنين كم يساوي طبعا؟ 20 على سالب 5 في سالب 4. إذن سالب 4 أيضا هذا التعميم واحد على قاعدة السلسلة يقول لك إذا كانت عندك دال صاد على دال سين، فهذا يعني أنه يساوي دال صاد على دال عين ضرب دال عين على دال سين. يعني معناته إذا كانت عندك دالة صاد دالة بدلالة العين، والعين دالة بدلالة السين، أنا أريد دال صاد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي بالنسبة للسين. يعني لاحظ عندك دالة صاد بالنسبة للعين ودالة العين
بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسين. في المشتقة ما أريد الدال صاد بالنسبة للعين، وإنما أريد دال صاد بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسين. إذا نريد هذه كامل، فشو أسوي؟ أقوم باشتقاق بداية الصاد بالنسبة للعين، وأشتق العين بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسين. وهذا القاعدة اللي راح نطبقها الآن. إذا خلنا نشوف هذا القاعدة. إذا كانت صاد يساوي 2 عين تربيع ناقص الواحد، والعين تساوي جذر سين ناقص 2 سين، المطلوب إيجاد دال صاد على دال صاد على دال سين. طبعا دال صاد على دال سين يساوي ماذا؟ يساوي دال صاد دال سين، وهنا دال عين. إذا بداية راح نشتق الدال صاد بالنسبة للعين، جيد، اللي هي هذه. إذا دال صاد بالنسبة للعين يساوي كم؟ تساوي طبعا 4 عين، 4 عين. أيضا دال عين بالنسبة للسين يساوي مشتقة هذا بالنسبة للسين يساوي كم طبعا؟ 1/2 الجذر ناقص 2. إذا نعوض تعويض مباشر، دال صاد على دال سين يساوي دال صاد على دال عين اللي هي كم قلنا؟ 4 عين، ضرب دال عين على دال سين اللي هي كم؟ اللي هي طبعا لا ننسى قوس، لأن هذا المقدار كامل مضروب في اللي هو 4 عين. إذن اللي هو كم عندي هنا؟ 1/2 الجذر ناقص 2. لا ننسى نحن المشتق بدلالة من؟ بدلالة سين، يعني أي متغير آخر لازم نحن نعوضه بدلالة سين. يعني العين عندي هذا لازم أعوضه بقيمة سين. ما هي مقدار العين بالنسبة للسين؟ أطلعها من وين؟ من الدالة الأصلية، من المفتاح اللي عندي. المفتاح اللي عندي يقول أن عين كم تساوي؟ جذر سين ناقص 2 سين. إذا راح استبدل تساوي 4، هذا عملية الاستبدال لابد منها. عين كم تساوي؟ جذر سين ناقص 2 سين، ضرب اللي هو المقدار نفسه راح نكتبه له، اللي هو 1/2 الجذر ناقص 2. خلنا نشوف التعميم الثاني. التعميم الثاني هذا يقول لك التعميم، هذا التعميم جدا مهم. طبعا إذا كان عندك الصاد هو عبارة عن ماذا؟ دالة أسنون، فإن مشتقة الصاد تساوي ماذا؟ تساوي نتعامل مع دال سين كأنها سين عادية تماما. شو مشتقتها راح تكون؟ راح تكون مشتقتها نون وننقص النون 1. لكن لا ننسى اشتقاق ما بداخل القوس، لأن ما بداخل القوس ليس سين وإنما ماذا؟ وإنما دالة أخرى. إذا خلنا نشوف هذا المثال. إذا كانت دال سين يساوي ماذا؟ يساوي سين ناقص 1/3، المطلوب إيجاد مشتقة الدالة دال سين. إذا شو بنسوي؟ بداية نتعامل، لأن نلاحظ سين ناقص 1/3 هذا عبارة عن ماذا؟ دالة أس 3. إذا راح نتعامل مع الدالة هذه كأنها ماذا؟ كأنها سين عادية بداية. إذا نقول مشتقة الدالة سين يساوي مثل ما قلنا تعال معها كانها دالة عادية. إذا راح ننزل الثلاثة هنا كعامل 3، جيد، سين ناقص 1/سين شو بيصير فوق؟ تربيع. لا ننسى بعد ذلك أن نضربه في ماذا؟ في مشتقة ما بداخل القوس. وإيش مشتقة ما بداخل القوس؟ ضرب مشتقة ما بداخل القوس هي عبارة عن نقص 1 ناقص
طبعا مشتقة واحد على سين هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن سالب واحد على سين تربيع بهذه الصورة. إذن بهذا الشكل نحن قمنا باشتقاق ماذا؟ قمنا باشتقاق الدالة دال سين. الاشتقاق الضمني، بداية نحن لابد أن نعرف أن هنالك عندنا علاقتين، علاقة نسميها علاقة صريحة والعلاقة الأخرى نسميها علاقة ضمنية. ما المقصود بالعلاقة الصريحة؟ العلاقة الصريحة هي علاقة يمكن نحن نخليها بدلالة صاد، يعني صاد بدلالة سين، صاد بدلالة سين، يعني مثل هذه صاد يساوي 2 سين زائد 1، إذا صاد بدلالة صاد بدلالة سين، وكذلك صاد يساوي هذه الدالة. أيضا هذه صاد زائد سين يساوي 2، نستطيع أن ننقل السين للجهة الأخرى يكون صاد بدلالة سين. لكن في علاقات لا نستطيع أن احنا نجعلها صاد بدلالة سين أو سين بدلالة صاد، يعني لا يمكن احنا نغيرها بهذه الصورة. ليش؟ يعني لأنها ضمنية بهذه الصورة. لاحظ سين صاد تربيع زائد سين تربيع صاد يساوي 1، هذا ما نستطيع أن نخليها صاد يساوي، ما نستطيع. كذلك هذه الدالة، أيضا هذه الدالة، هاي دول نسميها أو العلاقات نسميها ماذا؟ عفوا هذه العلاقات نسميها علاقات ضمنية، علاقات ضمنية. خلنا نشوف خطوات الاشتقاق الدوال الضمنية. يعني سابقا احنا كنا لما نجي نشتق هذه الدالة كانت هي نسوي دال صاد على دال سين يساوي نشتق هذا اشتقاق عادي، وهكذا بالنسبة للبقية. لكن هذه لما يكون ضمني الأمر مختلف قليلا. قال لك نشتق طرفي المعادلة الضمنية، يعني أنت عندك هذه المعادلة، اشتق هذا الطرف وهذا الطرف، هذا الطرف وهذا الطرف، اشتق هذا الطرف وهذا الطرف، اشتقاق ضمني. لكن لا تنسى أن لما جيت تشتق الدالة صاد هي عبارة عن ماذا؟ دالة بدلالة سين مفترض، لازم تضيف لها ماذا؟ صاد شرطة أو دال صاد على دال سين لما جيت تشتق الصاد. إذا أنت تتعامل مع الصاد كأنه سين عادية، ثم بعد ذلك من تخلص مشتقنها سوي صاد شرطة، وهذا الكلام اللي راح نطبقه. تجميع الحدود اللي فيها صاد شرطة تخليها فيها طرف والبقية الحدود في طرف، ثم تخرج الصاد شرطة كعامل مشترك وتقسم المعامل أساس أنه يكون عندك الناتج صاد شرطة. خلنا نشوف هذا المثال. إذا عندك هذه الدالة جذر صاد زائد 2 سين صاد يساوي سين، المطلوب إيجاد صاد شرطة اللي هي مشتقة الدالة صاد. إذا شو نسوي بداية؟ بداية نشتق اشتقاق عادي لماذا؟ للطرفين. إذا مشتقة جذر صاد، أيوة مشتقة جذر صاد نتعامل مع صاد كنها سين، يعني شو مشتقة جذر سين؟ هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن واحد على اثنين، هي واحد على اثنين جذر سين اللي هي لا اثنين جذر صاد. لا ننسى مهم جدا، لا ننسى نحن نشتق من الصاد، إذا في مشتقة الصاد زائد الآن 2 سين صاد، 2 سين صاد هذا عبارة عن ماذا؟ ضرب دالتين اللي هي 2 سين والصاد، ضرب دالتين، إذا مشتقت حاصل ضرب دالتين. شو بنسوي؟ نشتق الأولى ونثبت الثانية، ونشتق الثانية ونثبت الأولى بهذه الصورة. إذا بداية نشتق 2 سين، شو مشتقة 2 سين؟ 2 في صاد زائد مشتقة الثانية ونثبت الأولى، إذا 2 سين ونشتق الصاد، شو مشتقة الصاد؟ مشتقة الصاد هي واحد، لأنه نتعامل مع الصاد كانها سين، شو مشتقة السين؟ واحد، إذا مشتقة الصاد واحد. لكن لا ننسى نحن نشتق من؟ نشتق الصاد، إذا صاد شرطة، إذا واحد في صاد شرطة. دائما لما نشتق الصاد نشتق كأنه سين عادية، ثم بعد ذلك لا ننسى إضافة الصاد شرطة يساوي شو مشتقة السين؟ واحد، ما نضيف سين شرطة لأن نحن نشتق بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسين. نكمل الآن شو بنسوي؟ نقوم بتجميع الصاد شرطة في جهة وماذا؟ وبقية الحدود التي لا تحوي الصاد شرطة إلى جهة أخرى. إذن واحد على اثنين جذر صاد في مشتقة الصاد زائد هذا الحد أيضا فيه اثنين سين صاد مشتقة يساوي هذا ما فيه واحد اللي مكان هذا ما فيه مشتقة، إذن ناقص اثنين صاد. بعد ذلك ناخذ الصاد مشتقة صاد كعام مشترك، صاد شرطة يساوي في هذه الصورة أو كعام مشترك، طبعا هنا راح يبقى عندي واحد على اثنين الجذر زائد اثنين سين
يساوي 1 ناقص 2 صفر. إذا راح نقسم تقسيم ماذا؟ تقسيم هذا المقدار اللي هو 1 على جذر 2 جذر ص زائد 1 زائد 2 س، راح نقسمه، بالتالي راح يكون هنا في المقام عندي. إذا ص شرطة ومشتقة ص يساوي 1 ناقص 2 ص، عندي هنا 1 على طبعا 2 جذر ص زائد 2 س. إذن هي هذه قيمة المشتقة. خلينا نشوف مثال آخر. عندك هنا لتكن الدالة دالة ص تربيع يساوي ماذا؟ يساوي 2 س ص، وكانت دالة 9 يساوي 12، ودال أو مشتقة الدالة 9 يساوي دالة 9 عفوا يساوي 1. المطلوب إيجاد مشتقة الصاد عندما صاد تساوي 3. إذا بداية نشتق الدالة دال صاد تربيع. طبعا أنا عندي دال صاد تربيع لمن؟ لاثنين سين صاد. علشان نشتق هذه الدالة، إذن دال صاد تربيع يساوي كم؟ يساوي 2 س ص. علشان نشتق هذه الدالة بداية نشتق الطرف الأيمن، إذا مشتقة صاد تربيع في من؟ عفوا ضرب مشتقة ما بداخل القوس، إذا ضرب اللي هو كم؟ اللي هو 2 ص ص شرطة. إذا مرة أخرى، ما هو مشتقة الدالة دال صاد تربيع؟ طبعا سابقا كان عندي من؟ كان عندي دال سين. ما هو مشتق دال سين؟ هو دال شرطة سين عادية تماما. ليه؟ هو في الأصل دال سين مشتقته ماذا؟ مشتقته دال شرطة سين في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو كام؟ اللي هو 1، فما نكتبه. لكن الآن اختلف الأمر، الآن عندي ماذا؟ دال صاد تربيع. ما هو مشتق دال صاد تربيع؟ هو عبارة عن ماذا؟ هو دال شرطة صاد تربيع طبعا ضرب مشتق ما بداخل القوس اللي هو من؟ اللي هو صاد تربيع. مشتق صاد تربيع هو ما 2 ص في ص شرطة يساوي هذا مشتق ماذا؟ حاصل ضرب دالتين، عبارة عن، نركز في هذا، مشتق حاصل ضرب دالتين اللي هو من؟ اللي هو 2 س، نثبت الأول ونشتق الثاني، زائد نثبت الثاني ونشتق الأول اللي هو 2 ص، مشتق 2 س فيها 2 وصاد نثبتها. الآن نقوم بماذا؟ بتجميع اللي هو الصادات، أو نستطيع ماذا؟ التعويض. تعويض عن الصاد بكم؟ ب3. لما نعوض عن الصاد ب3 تسهل علينا عملية أكثر. إذا دال شرطة عندما صاد يساوي 3. المشكلة أنا عندي أيضا سين، عندما صاد يساوي 3 نبحث عن قيمة سين عشان نعوضها. وين نجدها قيمة سين؟ نجدها من الدالة نفسها، صح؟ إذا دال كم هذا قيمتها؟ 3 تربيع. 3 تربيع يساوي 2 في س في كم؟ في 3، يعني قيمة ص 3 الآن. طبعا دال 9 يساوي 6 س. دال 9 كم قيمتها؟ دال 9 هذا 12 يساوي 6 س. هذا يعني ان السين كم يساوي؟ السين يساوي 2. اذا لما الصاد يساوي 3 في تلك اللحظة السين كم يساوي؟ السين تساوي 2. إذا خلينا نعوض بهذه القيمتين وين؟ في هذه الدالة المشتقة. إذا دال شرطة 3 تربيع ليه 9 طبعا 9 ضرب كم؟ ضرب 2 ص 2 في طبعا ص في ص شرطة اللي هي المطلوبة يساوي 2 س. إذا 2 ضرب كم؟ س اللي هو 2 في مشتقة ص زائد
اثنين في صاد، الصاد كم قيمة قلنا؟ ثلاثة. طبعا دال مشتقة الدال عندما سين تساوي تسعة تساوي كم؟ عفوا عندما الصاد، طبعا الصاد تساوي ثلاثة اللي هي تسعة تربيع واحد، هذا قيمته واحد ضرب ستة صاد مشتقة يساوي أربعة صاد مشتقة زائد ستة. طبعا هي ستة ناقص الأربعة فيها اثنين، إذا خلنا نقول ستة صاد مشتقة يساوي أربعة مشتقة الصاد زائد الستة، ننقل الأربعة مشتقة إلى الجهة الأخرى، إذا راح يكون عندي اثنين مشتقة الصاد يساوي كم؟ يساوي ستة. منه مشتقة الصاد كم يساوي؟ ثلاثة. إذن هو هذا المطلوب.